خبر ابيض، ايه الجمال ده؟ هتيجي تشوف عملنا ايه في الطبق دوت. الطبق دوت اسمه مكرونه بالوايت سوس بالفراخ. ممكن نعملها بالفراخ، ممكن نعملها بالجمبري، ممكن بالسيفود، ممكن باللحمه، بالطريقه اللي تعجبكم. وطريقته حلوه قوي، ما بتاخدش اكتر من 5 دقائق. هتيجي نشوف عملنا فيه ايه ومكوناته كانت ايه. بس قبل كل دوت نروح نفعل الجرس عشان يوصل كل جديد، ولازم اللايكات ولازم الشير. مستنياكم، ويلا ما تروحوش في اي حتة. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهاردة هنعمل مكرونة بالوايت سوس بس بالفريخ. هي ممكن تتعمل بالجمبري، ممكن بالسيفود، ممكن باللحمة، اللي انتوا تحبوه. النهارده انا معايا مكرونه فيوزلي، معايا دول 400 جرام، وسايبه لها ميه بتغلي فيها ملح، فيها زيت بتغلي عشان يتغلي الجرام. سيبها تغلي فيها كده لحد ما احضر المكونات بتاعتها. معانا هنا بقى، معانا بصله صغنونه خالص، ايه، هتبلها كويس، هتبلها بس كده. تمام، مع نص معلقه زبده، وعندي الفراخ مقطعاها بالشكل ده كده اهي، هحطها في الناحية التانية. انا مصفية المية كويس قوي، هتبل في الناحية التانية كده، هسيبهم يتبلوا لما المكرونة تستوي كده. كده المكرونة بتغلي شوية كده، سيبها تغلي. معايا الجنب التاني البصلة بتتبل، الفراخ اهي مفيهاش مية خالص، انا مصفيها كويس اوي. بص الفراخ خد الشكل عامل ازاي، والبصلة احنا هنتبل البصل بس شويه كمان كده، وهنقلب على الفراخ. شوفوا المكرونه، المكرونه بتغلي اهي، هحط لها طبعا ملح، وحط لها زيت في الميه وهي بتغلي. المكرونه دي بتبقى حلوه قوي، فيوزلي دي بتبقى جميله قوي مع الوايت صوص، بتبقى شكلها حلو قوي. على فكره يا جماعه، ال 400 جرام من المكرونه انا مش حاطه عليهم صدر كامل من الفراخ، لا ده دوت نص الصدر اللي كان عندي. يعني انا كان عندي فرخه كبيره فاستخدمتها، فسبت الصدر بتاعها، خدت منه حته بس كده زي ما انتم شايفين، والتقطيع بتاعتها اهي. فدي بتعمل مع 400 جرام كميه حلوه قوي، يعني تخلي الحلو المزاج تمام مع بعضه. فدي حلوه قوي، مش محتاج ان احنا نكتر عليها اكتر من كده، وطبعا على حسب رغباتكم انتم، على حسب ما انتم تفضلوها. المكرونه احنا حاطين عليها، كده احنا قلبنا الفراخ مع البصل اهو، هنسيبها تتشوح مع بعضها كده، وننزل عليهم معلقة فلفل، ومعلقة معلقة من الملح، صغيرين خالص، رشة ملح خفيفة ورشة ملح فلفل بسيطة برضو، لان الكريمه اصلا فيها نسبه سكر، فعشان ما تخليهاش مالحه قوي ولا مسكره قوي، بتدي طعم نزل حلو قوي كده، فيها طعم جميل. سيبها كده بقى شويه، شوف
شايفين بقى الفراخ بتاعنا ازاي مع البصل. هننزل بقى بالكريمه بتاعتنا، كريمه الطهي جهينه، المراعي اللي تحبوه يا جماعه اللي انتوا عايزينه، او ممكن نستبدلها بكريمه طهي ممكن اعملها في البيت، هبقى اعملها معاكم مره واوريها لكم. انا كده نزلتها، دي 500 جرام نص كيلو يعني من الكريمه الجاهزه، ممكن مراعي، ممكن جهينه، ممكن بقى كريمه بديل ليها، هبقى اعملها معاكم مره ان شاء الله واوريها لكم بتعمل ازاي. لسه المكرونه اهي، احنا بقى هنسيب كل ده كده لحد ما يغلي شويه. انا كده نزلت المكرونه من على النار، مش هصفيها ومش هغسلها، مش هعمل فيها حاجه خالص. وكده الكريمه بتاعتي بتغلي، هحط لها رشه زعتر كده. يا سلام بقى لو زعتر فريش، يا سلام. هنجيبها وهي بتعمل كده غلوه كمان، وهنزل المكرونه عليها. سوا بس تغلي سنه كده، شايفين احنا موطين عليها وبتغلي. بصوا الشوكه بتاعها بقى عامل ازاي كده. بقى ننزل المكرونه حتى زي ما هي كده، ننزلها حتى لو نزل منها الشوربه بتاعتها عادي جدا. على فكره انت ما بتسويهاش قوي، بتسيبي لها سنه بس كده، مش لازم تبقى مهريه منك. شايفين فيها ميه اهي لسه، يعني محتفظه بميتها، محتفظه بشكلها. بصوا كده، بصوا لما نزلناها شايفين الصوص عامل ازاي. المكرونه دي بيبقى شكلها كمان في التقديم حلو قوي، والاقلام برضو بتبقى حلوه قوي معاها، والمكرونه الشرايط برضو بتبقى جميله قوي. هنسيبها كده استنى اخدها غلوه كده. معانا هنا في معلقه جبنه، اسفه معلش، معلقه جبنه موزاريلا هي هتسيح في نفسها دلوقتي. دي برضو حسب الرغبه يا جماعه، الموزاريلا دي حسب الرغبه، ولو انت عايزه تدخليها الفرن ممكن تدخليها كده وترشيها على وشها وتروحي مدخلها الفرن. بصوا كده هتلاقوا شدات في المكرونه كده، كل ما الجبنه بتسيح بتدي شده. خلاص هي كده خلصت، خلاص احنا كده طفينا عليها. تعالوا بقى نشوف هنقدمها ازاي. كده هتكون خلصنا، شايفين هي دي طريقة تقديمها، احنا بناكلها كده في المحلات يا جماعة بالطريقة دي كده. ولازم معاه الهوت صوص دوت، لازم معاه كاتشب ومعاه مايونيز. بصوا الجمال، بصوا بصوا عاملة ازاي، تحفة ان شاء الله. يا رب تكون عجبتكم، جربوها واعملوا لي شير واعملوا لي لايك وقولوا لي كومنتاتكم. يا رب تكون عجبتكم، يا رب مستنيه ارائكم عليها. استودعكم الله.